يعد تسوس الأسنان السبب الرئيسي لفقدان الأسنان وخسارتهم، ويعاني 60 إلى 90% من الأطفال في كافة أنحاء العالم من التسوس، وتحدث نتيجة تناول المأكولات والمشروبات الضارة. ولا شك بأن الكبار أيضا يعانون من مشاكل بالأسنان، فمثلا التدخين يؤثر على لون أسنانهم وصحتها. إذن ما هي طرق الوقاية؟ تنظيف الأسنان يوميا في الصباح والمساء، تعليم الأطفال طرق تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة، تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب، وفي النهاية نحرص على زيارة الطبيب من 6 إلى 12 شهرا للكشف عن أي تسوس. أورال بي، استخدمي معجون أورال بي كل يوم واحمي أسنانك.